اللي هي ضنايا مش هقدر ابص لاي حد تاني، مش هيجيني قلب ابص لهم، لان محمد ما قاليش على امه اي حاجه. محمد اللي هو قال عليها، اللي قال امي هنا وابويا هنا، امي ما قاليش. كان جه قال لي يا تيتا، كان جه قال لي يا تيتا كذا كذا يا تيتا، ما فيش ولا عيل فيهم الاثنين. دورت تاني عليهم، رحت تاني مره وقلت له بنتي فين، قال لي بنتك ماشي، روحي شوفي بنتك مشيت مع فين ومش فين. دورت على العيال ما لقيتش الولدين. زعلانه من محمد يعني؟ ما لقيتش محمد ولا ادهم، ما لقيتهمش. لقيت ما لقيتهمش. لقيت الصغيرين. خايف منه محمد، خايف منه واستخبى، ما رضيش يخليهم يطلعوا لي. كان نفسي امسك ادهم بقى، ده اللي كان عارف سر امه بقى فين، اللي هو قتله ادهم. اللي هو عارف سر امه فين. لكن ما لقيتهوش. قالوا له ماشي. راح فين ادهم يا ست؟ بتتصل بيا بتقول لي ادهم مشي. فهم بيقولوا لابنهم، بيقولوا لابنهم ان ادهم فين يا عبده، يا عبد الرحمن ادهم فين؟ قال لهم ده عارف سكه امه وراح لها، عارف سكه امه وراح لها. قلت حماتها بتقول لها، بتقول لي انا كده، بتقول لي ده، بتقول دورت عليه، دورت عليه، دورت على ادهم. قالت لي دورنا على ادهم ما لقيناهوش. سالنا ابوه فين ادهم؟ لا هم اللي سال ابوه، يعني انا ما شفتوش تاني. راح هم اخواته سال ابوه، سال ابوه واخواته سال ابوه، ويقولوا له فين ادهم؟ قال لهم ده ادهم عارف امه فين وراح لها. تمام، متحوا جنب امه وانا ما اعرفش، واحنا ما نعرفش، ولا هم ما كانوش يعرفوا. اللي فتح السر ده محمد الصغير اللي في سنه 5. مش يعرفوا يا خاله؟ ما كنتش اعرف. لا محمد ده بيقول له يا محمد، عمه بيقول له يا محمد. فتى الموضوع ده قد ايه يا خاله؟ بيقول ايه؟ قد ايه؟ يا امي. محمد عمه بيقول له هي 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 امه، تعالى ندور على ادهم نشوف ادهم راح فين. قال له يا عمي ثلاث ايام قبل رمضان، قبل العيد بثلاث ايام جات وقالوا لي ده فين المقابر بتاعتك يا حاجه عشان ندفن بنتك. استلمتيها جثه في كيس؟ لقيتها جثه، جايبين لي جثه بالعربيه، جايبين لي جثه بالعربيه وشايلينها. ما فيش قبل حاجه بالليل، كان قبل الفجر، سمع صلاة الفجر في الجامع ودفنوها. ما كنتش لا شفت وشها ولا شفت أي حاجة، شايفاها جثة كبيرة، جثة كبيرة شايفاها. ما بقتش عارفة، ما بقتش عارفة أعمل إيه، ما بقتش عارفة أروح لمين، ما بقتش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أروح لمين، أقول إيه، أقول إيه يا ربي. النعمة الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب. يا رب أنا عايزة إعدام عشان أعمل عزا لبنتي، يا رب انا عايزه اعمل اعدام عشان عايزه لبنتي، والله العظيم عايزه يتحرم زي ما اتحرم، حرمها مني، حرمها مني انا، يتحرم من الدنيا كلها، حرمها مني انا، يتحرم من الدنيا كلها يا رب. بنتي مش عايزه عيال. بترجع النبي والنبي، بترجعك يا رب، بترجعك يا رب، بتجيبوا لي عيال يا رب، بترجعك يا رب، بترجعك. انا عايزاه يموت زي ما هي ماتت، زي ما اتحرمت منها تتحرم من الدنيا يا بعيد، زي ما اتحرمت منها تتحرم من الدنيا يا بعيد، زي ما حرمتني منها. ده كانت هي واختها مع بعض اخوات اتنين يا ربي، اتنين اتنين، ما عايش غيرهم يا ربي.